احنا جروب شيك وراح نغطي اخر اخبار انترتينمنت والنيوز, وهالسكشن اليوم راح يغطي اخر اخبار الالعاب. انا فيصل ومعاي وانا حمين. شيك اول خبر عندنا اليوم. اوكي هلا بصيد, هلا بصيد, شلونك, شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. شلونك؟ تمام الحمد لله. اوكي وشلونك بعد؟ تمام. شلون الخبر؟ الخبر الله يسلمك يقول لك ان البريزيدنت مال الباتل مال الاي اي خذوا منه كوت بالقى سبيتش, وخذوا منه كوت ان يقول ان راح يكون في باتل فيلد 4, بس ما يندرى يعني, اتوقع هي رومرز, بس انه يعني هو الريال نفسه مال البريزيدنت اي اي قالها, فما يندرى هو بين بينك يعني يوم من الايام اكيد بيسوون باتل فيلد 4 بنفس مغالطه بنجاح باتل فيلد 3. اي طبعا, بس متى هذا السؤال, يعني ما اتوقع السنايه كلش كلش ما يعني, يا اللي وراها يا اللي عقبها. أيه. ولا بيخشون حق النكست جينيريشن, هذا هم سؤال قوي. صح, فيعني اتوقع انه راح تكون يعني على ما تنزل راح تكون يعني لعبه غير عن جينيريشن, هذا الجرافكس راح تكون قويه اتوقع, ويعني راح يعدلون اتوقع كل الاشياء اللي يمكن سووها غلط او انقدوا عليها بعض الريفيورز, راح يصلحون كل شيء ويخلون الجرافيكس اتوقع حق نيكست جينيريشن. انا اتوقع كذي لان خساره بسلسله باتل فيلد لو سووا جزء ثاني يعني كباتل فيلد 4 على الجهاز الكونسولز, لان اتوقع اشوف ان اللعبه يعني غطت كل امكانيات الجهاز يعني, لو بيضيفون الثاني الحين راح يصير مثل كول اوف ديوتي اللي جزء ورا جزء ما يضيف وايد شغلات نفس اللعبه تقريبا, بس انه مراحل ثانيه وكامبين يعني زود ما يسوى. ويقول لك بعد معلومة ثانية ان باتل فيلد 3 اول يوم شيبينج ماله دز 10 ملايين نسخة وولد وايد اول يوم, وهذا يعني كان انجاز قوي بالنسبة حق اللعبة وحق اللي مسوين اللعبة فعلا, يعني 10 ملايين اول يوم وايد, اللعبة ما خيبت الظن بالنسبة للمبيعات. ويعني بس وايد ناس يقولون انه يعني يقول لك انا انصحك تلعبها بالبي بي سي ولا انك تلعبها بالكونسول, تقدر تقول لي يعني بالضبط ليش؟ اي انا اقول لك ليش, اهم فرق فيهم الجرافكس خصوصا. الجرافكس لو تشوف الكونسولز حاليا الحين والبي سي تحس ان عالم ثاني. أيه. مره واحده الجرافكس يعني من اقوى الجرافكس اللي مر على تاريخ البي سي لليوم. أيه. طاقه كرايزز يعني, ونفس واهم اهم من هذا عدد البلايرز اللي البي سي يلعبون 64 لاعب على عكس 32 لاعب, معنا نفس المراحل الموجوده على الكونسولز. أيه. راح تحس انك انت قاعد تمشي ان مراحل فاضي اكثر, هناك تحس انك صدق بحرب, الجيتس فوقك. أي. حواليك هليكوبتر بازوكا, عرفت اللي انت عايش حرب جو 64 لاعب, بس الكونسولز ما تاخذ نفس اكسبيرينس لو الجرافكس اقل. صح. ما يسوى يعني هالايام يقول لك يعني البي سي صاير الجرافكس مالها وايد اقوى من الكونسولز بوايد العاب, كرايسس عندك, عندك ذا ويتشر 2, حتى ذا ويتشر 2 على فكره ترى 3 دي نزلت 3 دي, فعرفت اللي الحين اتوقع يعني وايد ناس قاعد يروحون حق البي سي عشان الجرافكس الجديده. فهل تعتقد ان بالسنين الجايه الكونسولز مثل البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 بالتحديد راح يبدون يفكرون ينزلون كونسولز جديد, نيكست جينيريشن كونسولز؟ انا اتوقع ان قاعد يفكرون فيها من الحين صراحه, لان قاعد نشوف الشفت بين الجيمرز يعني, انا اعرف وايد جيمرز قاموا يحاولون المين الجيمينج اكسبيرينس مالهم من الكونسولز للبي سي, لان قاعد ياخذون اكسبيرينس احسن بوايد, واونلاين كونكتيفيتي وبرامج وجرافيكس وكل شيء. وان صدقنا الجيمينج بي سي كان شوي يعني طايح سوقه شوي بالسنين طافت, لكنه قام يرتفع هاليومين خصوصا باضافات مثل ستيم انك تشتري لعبه ببساطه وسهاله وفي اي اورجن, فقاعد اشوف الشفت انا صاير, فلازم الكونسولز يلحقون على عمرهم. لكن السؤال هو هل يعني النكست جينيريشن كونسولز بيغطي الجرافكس اللي البي سي حاليا ولا يكون اقلهم؟ يعني انا اتوقع لازم يسوون شيء جذري انه عشان يغدون الناس اللي راحت. صح, خصوصا قاعد اسمع ان الحين الناس اللي تشتري الجرافيك كاردات الجديده اللي توها نازله يقول لك الحين الجرافيك كارد اللي تشتري وتحديدا اللي اساميهم جي تي اكس 500 وفوق, اللي هي تقدر تقول جرافيك كاردات ال 500 جي تي اكس ال 500 كلها طبعا تصك على الكونسولز اول شيء, ثاني شيء الحين الجرافيك كاردز اللي تركبها على الكمبيوتر تقدر تشغلها 3D, تقدر تشغل العاب مالتها 3D, طبعا هذا شيء يعني قوي وجديد بالنسبه حق البي سي انك بالبي سي طالع الاشياء 3D, بس اتوقع انه لازم يكون عندك هم سكرين 3D تشغل. لا لا مو سكرين 3D, بس اهم شيء ان يكون عندك الجرافيك كارد نفس ال 3D وتشغل لعبه على طول 3D. حتى الشاشه
ما له داعي انها الاي كور مالك تكون مركب داخل الكمبيوتر فيه اتش دي. فبس هذا اللي تحتاجه حتى يعني عشان تشغل 3 دي بالكمبيوتر. فهذا شيء يعني حده قوي وانا مستغرب منه، عرفت اللي يعني. واحنا قاعد نشوف انه في وايد العاب قاعد تدعم 3 دي، يعني عندك باتمان ذا ويتشر، ذا ويتشر وورد وور كرافت دعم وورد وور كرافت اكسبانشن كاتاكليزم. من الاكسبانشن كاتاكليزم هاي شغله انا ما كنت اعرفها، مع انه انا يعني مثل ما تقول يعني صار لي سنين وانا العب وور كرافت، تقريبا 6 سنين وانا العب وور كرافت من البدايه. فشغله توني ادري عنها ان من كاتاكليزم تقدر الحين تلعب وور كرافت 3 دي اذا كان عندك نوع الجرافيك كارد اللي شغال 3 دي. وفوق هذا الحين في حتى يعني من كثر ما الناس قامت تهتم حق الكواليتي، الحين يقول لك اذا انت شريت مثلا جي تي اكس 580 عندك فيوتشر حق الجرافيكس مالك حق تقريبا 5 سنين زياده، يعني حتى اللي فيوتشر بروف يعني ما تبدله اي ما تبدله ولا حتى الكونسول تصك عليه. صدق انه في العاب اكسكلوسيف حق الكونسولز ويمكن حتى اذا نزلت النيو جنريشن، بس انه كافي ان انت عندك جرافيكس يعني حق 5 سنين قدام، وهذا الشغله لازم تركز عليها الالعاب اللي تنزل. وهم انا سمعت خبر يتكلم عن البلاي ستيشن 3، الستاف مال البلاي ستيشن 3 وايد شركات من قاموا سوني تاخذهم عشان تسوي ديفلوبينج حق النكست جنريشن. النكست جنريشن هاي رومر ما ادري اذا صح حق بلاي ستيشن 4، بس انه يعني كان زين لو تكون صح، كان زين لو تكون صح. انا صراحه تعبنا من الجزئ اللي عندنا، يعني صار لها 5 6 سنين الحين 7 وايد صار لها وايد، وكانت على وقتها مو توب جرافيك كاردز والرام شويه، فما بالك بعد 7 سنين والبي سي كله تطور. عرفت اللي انا تعبت من الجرافيكس عندنا. صح سجلنا في اكسبيرينسز خطيره مثل انشارتد وجيزا 4 والسوالف، بس ولو عرفت تبي اكثر لما تشوف ما تشوف بتلفيد على البي سي. بي سي يعني تحطها معنوياتك اذا كنت كونسول جيمر فوكس. صح. يعني تقدر تشيك لنا اخبارك اللي عندك؟ انا عندي اخر خبر عن هم كول اوف ديوتي اللي اللي تو نازل، تو واصلني كنا تو قلت لي عنه. خبر وايد قوي والله، عرفت اللي يصدمك. يقول لك فرنسا اثنين متنكرين بايقين شاحنه متروسه العاب كول اوف ديوتي 6000 نسخه. لا باقين 6000 نسخه قبل الريليز ديت، تخيل. يعني لهالدرجه يبون يلعبون يطلعون فلوس، يعني عرفت 6000 نسخه قبل الريليز ديت، يعني عرفت اللي المفروض يحطون هالسكشن بداخل اللعبه احس مرحله باللعبه، عرفت. بس يعني لهالدرجه الناس تبي تلعب مودرن وورفير، لهالدرجه اثر بالناس هاللعبه، اثرت بالناس اللعبه. انا ما اشوف الجرافكس مالها يعني يعني مو يعني اوكي قوي، بس ان باتل فيلد صك عليه، عرفت اللي خلينا نكون واقعيين. هو باتل فيلد صك عليه، صك عليه من ناحيه جرافيكس، لكن الجيم بلاي الناس كلها وايد تحبه من كول اوف ديوتي 4 يعني خصوصا. والناس كلها يعني وكل سنه عن سنه قاعد يزيدون، الناس اللي قاعد تشتري بملايين. انا بس في شغله ابي اعرفها، ويمكن حتى اللي يعني قاعد يتابعنا حتى يمكن ما يعرفها، هل له علاقه كاونتر وكول اوف ديوتي؟ لهم علاقه ببعض ولا ما لهم شغل؟ والله هذه شركه وهذه الشركه مره واحده، بس اتوقع يعني ان سلسله كول اوف ديوتي يعني مستفيده من شغلات بكاونتر طبعا. بس ان كول اوف ديوتي بدل الكاونتر مره واحده بتاريخ الاف بي اس شوترز والجيمرز بالكمبيوتر او الكونسولز حتى. ولكن يعني كول اوف ديوتي قاعد حط برامج قياسيه بكل جزء، يعني بدال الناس تقول انا قاعد العب نفس اللعبه كل سنه، الناس اكثر قاعد تي وتلعب اكثر، وقاعد تي واكثر قاعد تي. والحين ضايفين سبسكريبشن مال كول اوف ديوتي اليت، هذا اللي سبسكريبشن حق السنه اللي تنزل اي باك، يعني تدفع مره واحده $50 تنزل اي داونلودبل باك او مراحل او اي شيء على مدى السنه بهال 50 ما تدفع زود خلاص. يعني راح يعطيك لو تفكر لو تحسبها بفلوس يعطيك يعني 30% خصم على كل باك بالمستقبل. فانت مستفيد لو انت كنت صج ناوي تشتريهم كلهم. انصحك بكول اوف ديوتي، بس انك كنت مو ناوي تشتري المابس حرام، يعني ما يسوى كلش. فهذه الشغلات المتخصصه بكول اوف ديوتي. عطنا انا يعني تبيني اكون صريح وياك، انا هيلو فان اكثر من كود. ايوه صح، اسمه يمكن انت تعرف حق اللعبه اكثر، بس انا هيلو فان يعني حق الناس اللي قاعد تسمع. وهذا راح يكون ختام اول فيديو حقنا حق تشيك اللي هي اخبار عن الانترتينمنت وخصوصا الالعاب. زين، ويعطيكم العافيه، وان شاء الله استانسوا تشيكون ويانا اخر اخبار الالعاب، وان شاء الله جاي اكثر واحسن. ولا تنسون الكومنت والسبسكريبشن، وشيكونا على فيسبوك وتويتر على اسمنا تشيك. ويعطيكم العافية، أنا فيصل، أنا عبد الرحمن، في سلام.